جديد بأنسه الحلو الفريد شهر الهدى. الصدقة هي من الأعمال الصالحة والطاعات التي جعل لها خصوصية، فقد جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومعنى الحديث أن الجزء من التمرة إذا تصدق به المسلم على محتاج قد يكون سببا لعتقه من النار، فقد يكون التصدق بنصف تمرة من مال حلال سببا لتكفير الذنوب. وقد روى الإمام أحمد أن امرأة خطفت الذئب ولدها وكان بيدها رغيف، فرأت فقيرا فأعطته إياه فأرجع الذئب ولدها إليها، هذا ببركة الصدقة. وروي أيضا داو مرضاكم بالصدقة، فهذا كله يدل على بركة الصدقة. فبادر أخي إلى الخير علك تعتق من نار عظيمة بهذه الطاعة العظيمة.